pas un traitement miraculeux, mais l'appel. ليس علاجا معجزة ولكنه يوفر الارتياح والسكينة وخاصة التمكن من تحديد الألم. بعيدا عن الأدوية الكيميائية، فضلت السيدة صليحة العلاج الطبيعي. بعد البحث عن طريقة طبيعية لعلاج التهاب المفاصل، اختارت طريقة الوخز بالإبر للتخلص من الألم والتخفيف من شدة مرضها المزمن. الوجهة كانت نحو هذه العيادة المتخصصة في مختلف أنواع الطب الصيني. بأيادي خبيرة يمارس الطبيب عملية الوخز بإبر دقيقة في مناطق محددة من الجسم. إحدى طرق العلاج الصيني التقليدي التي تستعمل في علاج آلام عديد الأمراض في مدة لا تقل عن 20 دقيقة. جئت إلى هنا لعلاج مشكلة الكلى الذي أعاني منه، وبما أن الكلى هي مصفاة الجسم لم أريد تناول الأدوية، ولذلك قررت أن أتوجه نحو العلاج بالوخز بالإبر. تقول الفلسفة الصينية إن الوخز بالإبر يؤثر على قوة الحياة لدى الفرد وخطوط الطاقة التي تدور في الجسد. مناطق الوخز بالإبر تقع على خطوط الطاقة هذه. الين كل ما هو مؤنث، القمر الظل، اليونغ هو المقابل المذكر، وهو الشمس الرجل. كلاهما مفهومان متضادان ولكنهما يكملان بعضيهما. هذا المفهوم مرتبط بخمس عناصر: الخشب، النار، الأرض، المعدن والماء. هناك مفهوم تشي وهو الطاقة، وهذه الطاقة يجب أن تعبر عبر 12 خطا بالجسم. هدف الوخز بالإبر هو محاولة البحث عن توازن بين اليينغ واليونغ، توازن في الطاقة. ومن أجل أن تكون الطاقة إيجابية يجب أن تكون دورة دموية جيدة. كل هذه التركيبات تساهم في ثراء العلاج الصيني. قبل البدء في عملية الوخز بالإبر يقوم المختص بفحص كل من اللسان وما يدعى بالنبض الصيني. أركز على فحصين اثنين مهمين في الطب الصيني: فحص اللسان الذي يعتبر مهما جدا كون جميع الأعضاء ممثلة في اللسان، ثم فحص النبضات الصينية المتمثلة في 12 نبضا، 6 منها بجهة اليمنى و6 بجهة اليسرى. يتوجب على القيام بالفحص الصيني عبر اللسان والنبضات الصينية. في عام 2003 نشرت منظمة الصحة العالمية بياناً يثبت فعالية الوخز بالإبر في مواجهة العديد من الأمراض. اليوم يعتمد الأخصائيون على هذه التقنية لعلاج أمراض مختلفة والتخفيف من الآلام. إنه عالم رائع بالنسبة لي. اليوم أشكك في كل علاج يعتمد على الأدوية التي لا تعطي جميع النتائج المرجوة، وإضافة على ذلك لها آثار جانبية. لكن الوخز بالإبر هو طب علمي طبيعي يعطي جميع النتائج المرجوة بالنسبة لي. Pour ma part, je trouve que ça donne tous les résultats escomptés.